من قلب المدن، من الساحات والميادين، من وسط الجماهير، نتجول معكم، ننقل لكم أجواء كأس العالم روسيا. تاكسي المونديال، كونوا معنا في محطاتنا المختلفة في نافذة خاصة عبر شاشة الجزيرة مباشر. تابعينا متابعي تاكسي المونديال من امام ملعب مجدي الدولي من العاصمه الروسيه موسكو، المنتخب الروسي واصل المغامره، صاحب الغرب والجمهور والبطوله ومنظم البطوله، يفوز على المنتخب الاسباني بطل العالم في 2010. المنتخب الاسباني بكامل نجومه وكامل هيئته، انيستا اخر بطوله ليه، براموس، بيبيكيه، بكل النجوم الكبار، كوستا، يخسر بضربات الجزاء، وان كان حتى حارسه تخيل، حارس العملاق وافضل حارس. سنتابع الجماهير الروسيه، لكن اليوم نبدا تاكسي المونديال من محطتنا بمشهد للجماهير الروسيه، الرؤساء السابقين وحتى الرئيس الروسي حالي بوتين، معنا مجموعه من المشجعين الروس بهذا المشهد الكرنفالي بعد المباراه. انا برحب بيهم يا طلاب، وخليني اقف في النص هنا في النص بين كل واحد يعرفنا بنفسه. ارجع ورا شويه. طبعا الرئيس بوريس يلسن، الرئيس السابق قبل الرئيس بوتين، بريجنيف ايضا رئيس اسبق لروسيا. اسالهمنا يعني الفكره جات لهم ازاي. порадовать друзей всех вместе, чтобы нас встретили, увидели, познакомились и все вместе обнимались и дружно дружили все страны. الفكره جاتهم شخصيه منهم، هم اشتروا الاغنيه عاديه عشان يوروا الجمهور، يعرفوهم على الرؤساء السابقين، وكمنظر حضاري لهم انه يوروا الناس بالرؤساء السابقين. طيب يعني هم كلهم رؤساء وهو كان مرشح للرئاسه، شايف نفسه ازاي؟ عفوا نبي البريزيدنت как вы видите себя Будущий президент. Я пытаюсь. Ты не был президентом. Как ты видишь себя? Если бы я был президент? Нет, ты не был президентом. Ты как видишь себя? Управление все равно в России остается за ЛДПР. هو في كل الأحوال يعني شخصية عامة في روسيا بالنسبة. شخصية عامة في روسيا. يعني بريجنيف استدعاء من الماضي. هل ستفوز روسيا بكأس العالم؟ أفوي دومتي روسيا موجود بيت شامبيون. Конечно. Of course. Russia is the champion. In the this championship. روسيا بالتأكيد ممكن تكون بطل العالم. يعني بوتين سألونا كيف رأى مباراة اليوم. Как вы видите сегодня матч? Сегодня матч отличный матч. Сами мы верили в команду до последнего и нам повезло. هو بيعتقد مباراة جيدة ولكن الحظ ساعدهم في الفوز. يعتقد انه الطريق اصبح سهل لروسيا لتاخذ الحصول على كاس العالم. بيت شامبيون ايش راس في موجت دومت في موجت روسيا بيت شامبيون. مو نديمس مو دومم نديمس ايش هم بيعتقدوا بيتمنوا في نفس الوقت انه يكونوا بطل العالم. طيب انا هطلب منهم طلب، معلش يعني كل واحد يورينا وشه الحقيقي. في موجنا بكازات سيبيا تام دا سنيات تام ماسكو دا можем конечно سقف طبعا اليوم سقفة ثانية. شباب روسي زي الورد زي ما بيقولوا. طول بوتين بوتين а بوتين то не настоящий. برجنيف طلع ايه بقى؟ صعب شباب اول شباب بنحييهم لي بسيبه بامبل شويه
Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо то, что приехали. Катару спасибо. Мы рады вас видеть. Приезжайте к нам почаще, пожалуйста. هم مبسوطين انه اليوم التقوا معنا وبيتمنوا انه يشوفونا مره ثانيه في 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 روسيا واللي احنا احنا بنتمنى نراهم في كاس العالم القادمه في قطر نديم ستو فيديم باس في قطر следующий чемпионат мира по-любому обязательно обязательно بالتاكيد سنكون هناك اللهم طبعا احنا بنشكرهم ونتمنى نراهم في كاس العالم القادمه في قطر مي بريدم обязательно بريدم привет катару обязательно تحية لقطر وإن شاء الله سنكون في في كأس العالم. بسيبة 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 بريزنت بسيبة 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 بسيبة. شكرا جزيلا. نستكمل مستكملين برنامجنا ومعنا أيضا مجموعة من الجماهير الروسية معايا. اتفضل معايا من الجماهير الروسية طلال. يعني معنا ازاي شافوا المباراه النهارده؟ Ну, потому выиграли, что сердцем играли. И сыграли от сердца и выиграли. И Россия играла до дома, и так и выиграла. هم بالنسبه لهم المباراه في ارضهم ولعبوا بروح قتاليه من القلب، لذلك كان النصر حليفهم. كانوا خايفين، يعني كان في التزام دفاعي كبير. I doesn't speak Russian, only English. You speak English? Yeah. I ask Russia today win and go to the next. روسيا فازت اليوم. لكن هل تظن بأنها ستفوز بكأس العالم؟ We get a very good like a gift, you know. We came in a game and you know. Russia wins. No, yeah, I'm understand what you're saying. لقد فهمت ما قاله. لا أظن ولم أظن بأنهم سيفوزون اليوم ولكنهم فازوا. نستكمل جولتنا مع الجماهير وأدي مشجعة روسية معنا. Yes, I'm from Russia, but I live in أنا من روسيا ولكنني أعيش في الصين وأنا صحفية من الصين. أنا صحفية من موقع الصيني إعلامي. هذه قبعتي وهذه قبعة عسكرية. كيف رأيت المباراة؟ رائعة جدا واستمتعت كثيرا. أنت تشجعين روسيا؟ نعم بكل تأكيد. هل تظن بأن روسيا يمكنها أن تفوز بكأس العالم؟ نعم بكل تأكيد. نحن سنكون أبطال، ولكن المباراة القادمة ربما تكون مع كرواتيا وستكون صعبة. لا بأس في ذلك، نحن فريق قوي وأنا أؤمن بروسيا. أنا أؤمن بفريقنا الوطني وسوف نكون الأبطال هذا العام. شكرا جزيلا لكم. نستكمل أيضا مع الجماهير من هنا، من هذه المناطق، مناطق الجماهير. معنا مجموعة من الجماهير السويدية. ويلكم ان اور بروجرام. مرحبا بكم في برنامجنا. شكرا جزيلا لكم. انتم من السويد؟ نعم نحن من السويد. هل اتيتم لاي فريق تشجعون؟ نعم شجعنا روسيا. كيف ترى مباراة الليلة؟ اظن بان روسيا ادت اداء جيدا. نعم وقد فازوا بالضربات الترجيحية. هل تظن ان روسيا يمكن تصل ابعد من هذا؟ نعم مع هذا الجمهور يمكنه أن تصل إلى مراحل متقدمة. الفريق السويدي كيف تراه؟ نحن نلعب بشكل جيد وأظن بأننا سوف نفوز على سويسرا يوم الغد في سان بيترسبرغ. إبراموفيتش هل تظن بأنه كان ينبغي أن يكون فريق؟ لا يمكننا أن نفوز بدونه. هو لاعب جيد. لماذا خسرت السويد؟ السويد لم تخسر، نحن لم نخسر، سوف نفوز يوم الغد بكل تأكيد. أنا واثق من ذلك، فريقك سيفوز يوم الغد 100% 100%. يعني إبراهيموفيتش عامل حالة غيابه، هو متأكد أن فريقه سيفوز. Today you support Russia. اليوم أنتم شجعتم روسيا وغدا ستشجعونا. غدا نعود إلى بلادنا نحن، لكننا نشجع السويد. هل تظن بأن المباراة ما بين السويد وسويسرا هي سهلة؟ لا ليست سهلة. لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم. يجب أن يبذل كل الجهد إذا أراد الفريق أن يفوز. وأظن بأن السويد هي ما ستعوم بفعل هذا يوم الثلاثاء. من سيفوز بكأس العالم برأيك؟ السويد. هل تظن أن السويد يمكن أن تفوز؟ نعم
يجب علينا أن نشجع بلادنا وأن نظن أن سويسرا ستفوز. لكن ما رأيك بالفريق البرازيلي والكرواتي والبلجيكي؟ إذا روسيا غلبت إسبانيا فكل شيء ممكن. الأرجنتين أيضا لعبت أمام أيسلندا وتعادلت، فلما لا؟ لماذا الفرق الكبيرة مثل ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا تخرج؟ ما رأيك هل سيحدث هذا للبرازيل؟ البرازيل لا جيدون في كل موقع وسيكون الأمر صعبا. سيجب أن يكون عندنا أمل. شكرا جزيلا لكم. المشجعين السويد معنا مشجع آخر معه النجمة الروسية طلال. القبعة بالنجمة الروسية اسألهن ازاي شاف الماتش النهارده. سيفوني بسمتري الماتش как вы думаете как выиграли. игра была на самом деле неравная. Испания была преимущество. вся надежда была на пенальти только. пенальти помогли. بعتقد انه المباراه كانت صعبه واسبانيا لعبت احسن منهم، لكن ضربات الجزاء هي اللي ساعدتهم على الفوز. да я тоже так считаю, потому что ну можно сказать наша команда оборонялась всю игру. روسيا ممكن ان تفوز بكاس العالم. Очень сложно сказать. Конечно, с такими шансами, с такой удачей, да, вполне возможно, да. Почему нет? Почему нет? Это футбол. Все говорили, что Испанию не пройдут. Прошли Испанию. Джамиль кану бе'тагаду инну маха имурру мин Испании, лакин алан мурру мин Испании, и мумкин ифузу бе кас аль-алам. Шукран. Басибас. Настакмил маа аль-джамахир аль-асбан, хатта яни накун мухайдин фи тахтиятна. الجماهير الاسبانيه ويلكم من اول. مرحبا بكم في برنامجنا. مرحبا، لقد خاب املكم، نحن على الهواء مباشره. لقد كان امضينا وقتا طيبا. لا عليك ان تسالهم، هم من يعرفون اكثر. الكثيرون حقيقه حزينون بخساره اسبانيا، حزينون لاننا خرجنا من كاس العالم. هذا السبب. ما الذي جرى مع اسبانيا؟ لا نعرف، لم يتمكنوا من تسجيل مزيد من الأهداف، وبالتالي الروس عرفوا بأنهم سيفوزوا إن وصلوا الألعاب لضربات الترجيح. كيف تجد المدرب هييرو؟ نعم، لقد بذل كل جهده. المشكلة ليست مشكلة مدرب. إذا ما هي المشكلة؟ المشكلة الفريق نفسه، الجميع، كل واحد منهم. أنت تشعر بخيبة أمل. نعم أشعر بخيبة أمل بكل تأكيد. نعم، في كل مرة يلعب فريقكم الوطني ضد الفريق المنظم لكأس العالم يخسر، ما السبب في ذلك؟ لا أستطيع أن أقول بأنها مشكلة إسبانيا، لكنها مشكلة الجميع. دائما الفريق الوطني، الفريق المستضيف، يصعب الفوز عليه، وخاصة مع حركة التنقل. إسبانيا لديها لاعبون مميزون ولكنها خسرت اليوم. لهذا السبب نشعر بخيبة الأمل. نحن نعرف أننا كان يمكن أن نصل إلى النهائيات، ولكن بهذه طريقة اللعب هذه الأمر بخيب للأمال. من سيفوز بكأس العالم؟ الآن ربما البرازيل هي لها أفضل حظ. ربما نعم البرازيل. ماذا بخصوص كرواتيا وبلجيكا؟ أنا بلجيكي. لا، فريق إسبانيا كان فريقا سيئا. الاسبان زعلانين جدا وشايفين انه طبعا الفريق بتاعهم سيء جدا، واعتقد انه معانا بعض اللقطات للحكام، مجموعه من الحكام. رف كم اصلا اور بروجرام او كم اول كم ده حكم معاه كارت احمر. يو سبيك انجلش؟ هل تتحدث الانجليزيه؟ نعم اتحدث الانجليزيه. مرحبا بك في برنامجنا، ما اسمك؟ سيلفان. انا من فرنسا. كيف وجدت المباراة اليوم؟ كانت مباراة جيدة بالنسبة لنا. لقد شهدنا أول بلنتي، وطبعا نحن أعطيناهم، لقد دفعوا لنا الروس بشكل جيد. ما لماذا تحمل البطاقة الحمراء؟ إنها لك، أنت مطرود. من سيفوز بكأس العالم؟ بكل تأكيد هذا ما أؤمن به. نعم، نحن سوف نفوز مع أي فريق نلعبه. إذا فرنسا لها فرصة.
ما اسمك؟ اسمي مار. من أين أنت؟ أنا من كندا. ما اسمك؟ اسمي شاروك وأنا من بوليوود من الهند. من الهند، نعم. ثلاث حكام، حكم فرنسا وكندا وحكم من الهند. الله 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 الله، طلع كرت الأحمر. My name is مصطفى عاشور. ما اسمك وما رقمك؟ رقم ثمانية. الكرت الأصفر لك. من سيفوز بكأس العالم؟ من سيفوز بكأس العالم؟ بكل تأكيد روسيا. إذا تلعبوا انتخابات، إذا تبغيكم استطاعوا الانتخابات الأمريكية، من أفضل حكم؟ لويجي؟ لا أنا. نعم، إذا ما سيفوز فرنسا. بوغبا. بوغبا. شكرا لكم. مباراة جيدة. تعليق جميلة، مجموعة من المشجعين، واحد من كندا، واحد من فرنسا، واحد من هنديا أصله من الهند، وكلهم حكام، وخدنا الكروت الصفراء والحمراء والحمد لله. معانا مجموعة من واقفوا معايا. نحن من الهند. هنديا. هنديا. روسيا ولا الهند؟ أشوف أنا. هاي هاي. From India. نحن من الهند. نحن أتينا من الهند وتشجعون روسيا. كيف وجدت مباراة اليوم؟ رائعة، أفضل مباراة حتى الآن، أفضل مباراة في كأس العالم. هل تظن بأن روسيا سوف تصل مراحل متقدمة؟ بالتأكيد ستفوز بالكأس، لأن الدعم لهم مدهش. هل تظنون لديهم كل الإمكانات؟ يمكنهم أن يفوزوا بكل تأكيد. مع دعم الجميع سوف يفوزون بالكأس. ماذا بخصوص المنتخب البرازيلي؟ ربما البرازيل، ربما كرواتيا. إذا أنتم استمتعوا. يعني هي تقاليع وحماس المشجعين، ونحن نتعامل معها. مشجعي الهند قادمين بقمصان روسيا لدعم المنتخب الروسي. كما ترون الجماهير تخرج من هذا الملعب، ملعب لوجنيكي من جنوب موسكو. وحقيقة نحن نبحث أيضا مجموعة من المشجعين. أي ويلكم أور بروجرام. مرحبا بك في برنامجنا. من أين أنتم؟ نحن من تشيلي. وأنت؟ أنا من روسيا. أنت من روسيا. كيف وجدت فريقكم اليوم؟ هاو يو فايند يور تيم؟ ها؟ كيف كان فريقك؟ طلال تكلم راسا؟ راسا سبيك راسا. تفضل تفضل. طلال هو ماسك مع علم البرازيل. انه هو عندهم صداقه قويه مع المنتخب البرازيلي. طب هو يعتقد اللي هيفوز البرازيل ولا روسيا بكاس العالم؟ اكتب تشامبيون برازيل اي روسيا اللي روسيا يا دو مشتاني فول فينال راشا برازيل فينال النهائي حيكون بين البرازيل وروسيا. هم شايفين ان الفاينل حيكون بين البرازيل وبين روسيا. المباراه اليوم ازاي شافها؟ سيفودني يا ماتش كاك بيدو ماتي كاك بيدو ماتي. Сегодня честный матч, хороший матч был вообще, честная игра. По пенальти все честно было. Мубара Яида Беннисбалем, все было честно и по справедливости. هل بطريقة الدفاع طوال المباراة ده هينجح في كل المباريات؟ Нету атаки там были. Очень будет трудный матч России Хорватия, будет очень трудный матч. المباراة الجاية حيلعبوا بطريقة أفضل ومع كرواتيا. حلو بطريقه. يعني اعتقد انه ممكن يفوز على كرواتيا. ابو وجد يجراد كرواتيا. ده ده شكرا بسيبه بسيبه. شكرا جزيلا شكرا جزيلا بسيبه. ثانك يو. الجماهير الروسيه طموحها يا جماعه ارتفع. يعني بيتكلموا كم 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 كم. واتس يور نيم؟ ما اسمك؟ الينا. انا من روسيا. تتحدث الانجليزيه ليس كثيرا. بازيفاكا انا يعني وسعيده بالفوز النهارده. شافت المباراه ازاي؟ Да, мы настолько рады. У нас пульс был по 200. Мы сделали, мы как будто вместе с ними играли и سعيده جدا. هي سعيده جدا وكانها كانت بتلعب مع اللاعبين داخل الملعب.
как будто мы на поле были, как будто мы на поле были. كلها ما كانت داخل الملعب مع اللاعبين. كلها يعني 78 تقريبا 78 ألف متفرج شافت الاستاد ازاي؟ Как вы думаете в этом? Много болельщиков были на стадионе. Да. Какая атмосфера была? Потрясающе, как никогда в жизни. Такого еще не было вот в моей жизни. Я في حياتها ما شافت العدد الكبير من المشجعين في في حياتها بالنسبة لها. طيب أنا أنا عاوز أشوف ده إيه. استنوني كده يعني ويلكم من اول برنامج مرحبا بكم في برنامجنا ده كلام جميل خالص انا مش عارف ده يا جماعه والله انا يعني لازم اعرف بس اعرف ده ايه عشان اعرف لبسوني ايه ما انا معاهم الموضوع ايه موضوع كبير قوي تعالى نعمل معاهم الحوار واحنا لابسين اسالوا الاول ده هو ايه ده يا طلال Это русское дерево, береза. Шагара русия. Шагара русия. Я не надеваю, ты лебешь шагара русия. Так, он уже здесь шафл убрал его. Как вы видели матч сегодня? Как выиграли? Выиграли. Немножко удачи и, конечно, мастерство наших футболистов. Хум бе'тагду инну л'хазд л'иб дор фи фоузом. Сэлуна исму и вов Саид бин натига льюм? Саша. Да, я очень рад, мне приятно. Саид, да? Саид гиддан бил фоз. طب قول له اساله هل ممكن انه روسيا تفوز بكاس العالم؟ هو اشتو روسيا موجود بيت شامبيونهم ده 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 يعني نعم يعني روسيا هتفوز بكاس العالم قول له لو يعني ربما كرواتيا تصعد هيعملوا ايه مع كرواتيا؟ هنا كرواتيا هتعملوا ايه مع كرواتيا؟ استاذ مش موجود بيت بروتو كرواتيا موجود بيت كرواتيا؟ почему против هو بيعتقد لحد الان ما لعبوا موجود بيت موجود كذلك اه موجود بيت نو Пусть сначала выиграют, потом посмотрим. احنا بنشكرهم على الشجرة شكرا بسيبة وشكرا لكم على وجودنا. Вам спасибо. Всем спасибо. Футболистам нашим спасибо. And welcome to Russia. ومرحبا بكم في روسيا. تحتفل بطريقتها الجماهير الموجودة سواء اسبانية او من كل الجنسيات من امام ملعب لوجنيكي من العاصمة الروسية موسكو. دائما سنكون معكم وسنكون معكم ايضا في حلقه قادمه من تاكسي المونديال لكن من مكان اخر لننقل اجواء الجماهير احتفالات الجماهير كرنفال الجماهير كاس العالم وما يحدث في كاس العالم نراكم على خير.